يلا الكاميرا دقيقة بس إفاتك بصوتك كله. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين عظيم العظائم. في البداية أتوجه في تحية مفعمة في روح الوطنية إلى أبطال الكويت وفرسان الكلمة النواب والشباب المهجرين في تركيا بمناسبة قرب عودتهم على أرض الوطن، وأقول لهم يا مرحبا ومسهلا فيكم ما بين إخوانكم وعند أهلكم وفي بلدكم. عقبال المهجرين واللاجئين والمنفيين، سائلنا الله عز وجل أن يحرر الكويت من براثن الظلم والفساد والمفسدين. ومن ثم أتوجه بالشكر إلى صاحب هذا الديوان الكريم على إتاحته لنا هذا المكان، وأيضا أحيي المشاركين وسائل الإعلام على حضورهم لتغطية ندوة الإرادة والتي بإذن الله سبحانه وتعالى ستليها عددا من الندوات والمؤتمرات والملتقيات والتجمعات مع مختلف أطياف وفئات المجتمع الكويتي الكريم للدفاع عن حقوقهم والمحافظة عليها، لأن المطالبة أن تكون للشعب إرادة حرة من أشرف المطالب التي يمكن أن ينادي بها أي إنسان في أي دولة في العالم، لأن المطلب الشريف والعادل متعلق في نتائج الشريفة والعادلة، مما يترتب على أن تكون إرادة الشعب حرة أبية فوائد لا حصر لها، وأيضا مما يترتب أن تكون إرادة الشعب مسلوبة أو منقوصة أضرار خطيرة وجسيمة لا يمكن تداركها. ففي ظل إرادة حرة للشعب سينعم الشعب بالعزة والرفعة والكرامة، وفي ظل إرادة مسلوبة من الحكومة وأدواتها سيذل الشعب ويحتقر ويهان ويهمش. في ظل إرادة حرة سينعم الجميع في السلام والأمان والاستقرار واحترام القانون وسمو العدل، وفي ظل إرادة مسلوبة أو منقوصة من البطانة ومستشارين السوء سيخترق القانون وينتشر الظلم ويترسخ الفساد وتبدأ الفوضى والقلاقل والاضطرابات والمحن والفتن. ففي ظل إرادة حرة للشعب سينعم الجميع وتتحقق التنمية المستدامة في شتى المجالات والازدهار والتطور العام. فالإرادة الحرة للشعب هي أن يمتلك الشعب أفضل الوسائل لتحويل أفكاره وأحلامه وطموحاته إلى سياسات وقوانين تنفذ وفورا على أرض الواقع دون تعطيل من مسؤول فاسد أو تحايل أو تأخير من متسلطين ظلمة. فالإرادة الحرة للشعب هي أن يحقق الشعب جميع مطالبه ويحاسب كل من يحاول أن يعبث في إرادته ومستقبله ومقدراته أيا كان منصبه ومهما كان فعله. أما الإرادة المسلوبة من الحكومة وأدواتها هي الظلم والظلام الذي يعم البلاد وينخر جسد هذا الوطن في الفساد والنار تحت الرماد. إن لم ترى اليوم في عين المجردة ستحرق الأخضر واليابس غدا أو بعد غد. فإذا أردنا أن ننهي جميع معاناتنا ونقضي على مشاكلنا وأن يكون لدينا وطنا لا يهان فيه الكريم ولا يضام فيه المستضعف ولا يرد فيه السائل، أساسها العدل وشريانها الاقتصاد، لا يكون ذلك ناتجا إلا من إرادة شعبية حرة أبية لا يتسلط عليها الظالمون ولا يتحايل عليها المنافقون. إرادة حرة، إرادة صادقة، إرادة تحاسب تراقب، وغير ذلك هراء. وكل من يدعي حب الكويت وأهلها
وتكون أفعاله إساءة وإيذاء للكويت وهلها، حبه كاذب وإدعاء باطل. الكويت كانت قبل 50 سنة تتباهى في أقوال وأفعال مسؤوليها على الرغم من وجود بعض الملاحظات. أما اليوم حبرا على ورق وقولا بلا عمل، لا صحة لا استثمار لا إسكان لا مؤسسات، مسؤولين أغلبهم لا يشعر في آلام الناس ومعاناتهم، مسؤولين عن مصالحهم الشخصية لا المصلحة العامة. لو كانت الكويت ما بين عيونهم لكان حالها أفضل وأيامنا أجمل، ولكن الأبواب مغلقة موصدة أمام أهل الحق والمستضعفين والبسطاء، مفتوحة مشرعة أمام الباطل ومسؤولين الفساد ومستشارين السوء ومرتزقتهم. وفي الندوة القادمة سأتحدث عن فساد مسؤولين جدا كبار في الدولة، ولكن صغار بأفعالهم وأعمالهم وأقوالهم، لأن المسؤولين الفاسدين يدركون جيدا خطورة أن تكون هناك إرادة حرة للشعب على مناصبهم ومكاسبهم الشخصية، لذلك لا يهنأ لهم بالا إلا إذا سلبوه هذه الإرادة أو انتقصوها لصالحهم، ولا يغمض لهم جفن إلا إذا تفننوا في تفريغ المواطن من مضمونه وإرادته ورأيه حتى يصبح هو العدم سواء. لذلك يسعى مستشارين السوء والبطانة الفاسدة ومرتزقتهم إلى خلق مخيلة في أذهان المجتمع الكويتي حتى يدعونهم أوصياء عليه، وأن ما يقومون فيه هو الحق وهو أصح الصحيح وهو أصوب الصواب، وكأنه لا يأتيهم الباطل لا من خلفهم ولا من بين أيديهم، متناسين إنهم بشرا مثلنا وأنهم أفراد قلة في شعب كبير جدا يستطيع فعل ما يريد متى أراد ذلك. لذلك يسعون إلى تشتيت المجتمع الكويتي وإعلاء فئة على فئة واختراق القانون وعدم احترام قدوات ورموز المجتمع والتشويش على أذهان الناس في بعض القضايا. لذلك تجد كل مواطن لديه رأي أو يحاول أن يتدخل في الشأن العام يتم معاقبته ومحاسبته، وهذه أول طرق الفاسدين وأكثرها تأثيرا. والطريقة الثانية هي التشهير والتحذير والتهديد لكل مواطن واعي يسعى إلى تذكير الشعب في إرادته الحقيقية وأنه صاحب السلطة الأصيل ويستطيع أن يحقق مطالبه ويواجه الحكومات الفاسدة. نجد أن كل مواطن شريف لا يقوم في هذا الدور الأصيل له يتم مضايقته وملاحقته وتهديده في القضايا من قبل المسؤولين الفاسدين ورعاة الظلم. والطريقة الثالثة وهي خارج إطار القانون واسمها التهديد الخفي، حيث يأمر بعض كبار المسؤولين الكبار في الدولة جدا الموالين لهم في بعض قطاعات ومؤسسات الدولة في تهديد كل من أرادوا تهديده حتى يحرم المواطن من حقوقه المدنية والسياسية أو تقلد المناصب الحكومية أو الوظائف العامة أو تجميد حركته، حتى لو اضطروا إلى سحب جميع امتيازاته وجوازه واسقاط جنسيته ونفيه خارج أرض وطنه. فما هي هذه قوة الكلمة التي يمتلكها الشعب الكويتي تجعل كل هؤلاء المسؤولين الفاسدين يقومون في كل هذه الحملات الشرسة عليه؟ هذا المبدأ أسميه مبدأ فرق تسد، حتى لا يكون قوة تجمع أفراد المجتمع الكويتي لحماية الكويت ومقدراتها وثرواتها. وهذا المبدأ يمثل قوة فعلية للفاسدين للتنكيل في كل من أرادوا تهديده وأي فئة أو أي مواطن. ولكن إن أدركنا قوة الكلمة وسعينا إليها سيعود هؤلاء المسؤولين
الفاسدين إلى جحورهم، سنحافظ على ثرواتنا ومقدراتنا ونحقق استقرارنا ونوقف سيل التدهور والضياع والتأخر. الشعب الكويتي عانى الكثير، ولكن آن الأوان أن تكون للشعب كلمة، وكلمة مسموعة، كلمة يقوم عليها نظام العدل في الدولة ويأتمر بأمرها الحق ويوضي على جوانبها العدل والحرية والمساواة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواك الله يا رب. تفضل.